بسم الله وعلى بركة الله مشاهدين، ينطلق الشوط السابع مشاركة 10 جيات بعد انسحاب رقم 2 قاطع. إذا للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافل لمسافة 1200 متر، اندفاع قوي لكل الجيات ومحاولة التقدم كما نشاهد من خلال رقم 1 الرام بوثيلة مع يوان فورست في المركز الثاني بشعار البرتقالي تلال، مركز منتو المدرب محمد الغزالي، ملك السادة مربط إنجاز، أيضا محاولات في رابع المراكز على ما يبدو هنا موزون ومورنهين هولد. الآن موزون تقدم إلى المركز الثاني، المركز الثالث تلال، ضرغام بوثيلة في المركز الأول والصدارة، أيضا محاولات من رقم 3 الفيصلية رونان توماس، والمركز الرابع أدميرال. الجياد عند الانعطاف الأخير وتوجه نحو الخط المستقيم حتى الآن، ضرغام بوثيلة إلى الصدارة إلى المركز الأول، موزون في ثاني المراكز، المركز الثالث رقم 3 الفيصلية، أيضا محاولات من البقية الباقية أدميرال ومحاولات من الجهة الخارجية بالاندفاع بشكل قوي، ولكن موزون والفيصلية واندفاعات قوية لمرة السكبي إلى الصدارة إلى المركز الأول، الفيصلية إلى الصدارة، محاولات أيضا من سرمد بوثيلة من الجهة الخارجية، ولكن رقم 3 الفيصلية ومرة السكبي وسعيد ورونالد توماس في هذا الشوط يتفوقون في تحديدا في الشوط السابع. هنا النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة للشوط السابع. نشاهد الصدارة والمركز الأول لرقم 3 الفيصلي المدرب إبراهيم سعيد المالكي، ملك السادة مربط السكب والخيار رونالد توماس، المركز الثاني رقم 5 سرمد بوثيلة المدرب محمد خالد الأحمد، ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم والخيار كريان جاك ليونارد. في المركز الثالث رقم 1 نفس الشعار إذا ضرغام بوثيلة المدرب أيضا محمد الأحمد، ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم والخيار مايك يوان فورست. ورابع المراكز لموزون المدرب ايضا ابراهيم المالكي، ملك الساده مربط السكب والخيال مورن هير هولد. واخيرا في المركز الخامس رقم 9 جاكم المدرب محمد حسين، ملك المهندس ضافي الارضي المري والخيال كارلوس هيرك. تهانينا لكل الفائزين وبانتظار الشوط الثامن والختامي على كاس الشكب للخيل العربيه الاصيله انتاج محلي ولمسافه 1700 متر، نتمنى التوفيق لكل المشاركين.